لنتابع معا إذن فقرة هاشتاج. بعد التغريدات إذن انتقيناها عشوائيا كما تتابعون، هي لعراقيين غردوا ضمن هاشتاج العراق. الجولة الرابعة من المحادثات السعودية الإيرانية ستعقد في بغداد، ثم من تحدث عن هذا الأمر. قررت أمريكا الانسحاب من أفغانستان وتسليم الحكم لطالبان لإشغال إيران وإضعافها إقليميا وإشعال الحدود والجبهة الشرقية لإيران بالقلاقل والحروب، ربما عكس العراق الذي قرر البقاء فيه للضغط على إيران في العراق وسوريا، الذي يمثل الصراع الإيراني الأمريكي منذ سنوات، يمثل منطقة لهذا الصراع. كذلك هناك من تحدث عن كلام المسؤول الإيراني في قمة بغداد الذي وصفه بأنه كلام منفصل عن الواقع، يتحدث عن التعاون الاقتصادي مع العراق والمنطقة، وكأنه نسي الإرهاب الذي تمارسه دولته في المنطقة العربية بحسب وصف هذا المغرد، ناهيك عن السياسات التي يصفها بالعدوانية والتي أثرت على استقرار دول عربية كثيرة حتى وصل بعضها كالعراق ولبنان واليمن إلى حافة الانهيار. أيضا هناك من غرد عن الرسالة الواضحة التي بعثت بها قمة بغداد. دكتور غسان العطية، لو أردت التغريد عن قمة بغداد، هذه القمة الدولية، هذه الرسالة العراقية الإيجابية التي بعث بها مصطفى الكاظمي لنقول للعالم، لدول المحيطة، ماذا تغرد في السياق؟ السيد الكاظمي بدون شك حقق فوز على الأقل على المستوى الشخصي، لأنه هو استطاع أن يعقد هذه القمة في بغداد، وهذا ما فشل بتحقيق أي رئيس وزراء سابق. ثانيا، أقام علاقات ودية مع الأمريكان والإيرانيين والأوروبيين والمصريين. بتقديري الخيارات المفتوحة هو أن يبدأ يعول على نواة الموقف العربي، النواة تتمثل بالأردن، بمصر والعراق، ويضاف إلى بشكل كامل الإمارات السعودية. بهذه اللمة يكون عندنا الخبرة السياسية والكثرة السكانية والقدرة المالية، هالعوامل الثلاثة لو اجتمعت ممكن أن يشكلوا قدرة مع الولايات المتحدة مع الأوروبيين بمشروع مارشال عربي لإنقاذ العراق. العراقيين الآن مأساتهم كنوا على ثقة، ليس عن تريات وشعارات، وهم يقول تع الشيطان يخلصنا، والآن حالة من الجزع. بهذا المارشال العرب تكلم عنه بالتعاون مع أوروبا تحديدا، هذا يخلق سابقة مهمة بإنقاذ بلد من أتون الحرب، لأن المواطن العراقي عنده شك بنوايا الغرب بنوايا الأمريكان، لكن أنا أتكلم من المصلحة المشتركة. هل مصلحة أوروبا وأمريكا العراق يتجزأ؟ بخطاباتهم أجمع قالوا لا، قالوا من دافع المصلحة الذاتية. هل من مصلحة الكويت السعودية أن البصرة تصبح في النفوذ الإيراني، وبالتالي إيران تصبح لها حدود مباشرة مع الخليج؟ بدون شك لا. لكن السؤال كيف نعالج هذا؟ البعض يريد يقفز إلى المشروع العسكري، ومنهم بالضبط إسرائيل، لكن المشروع العسكري يعني أثبت فشله كمان بأكثر من محطة، سيكون محفوف بمخاطر كثيرة وليس فشل. فلهالسبب ما أنا طرحت أمامك وما جمهور، أن يا أخوان العرب، من قبيل المصلحة المشتركة دون العداء للشعب الإيراني، بل أن يقدم شيء للشعب الإيراني، أن نحرر من العقوبات، يتحرر من العقوبات عندما يغير سياسته. ما مطلوب من إيران أن تسقط نظام، كذلك تريد من تركيا أن لا تدخل بالعراق، وهذا يتم عند تحرير العراق من النفوذ، وبالتالي أن ينخلق جيش قوي مستقل. هذه نظرة بعيدة. هل قدرة العرب بحكمة والعدد والمال أن يكون لهم مشروع موحد وبذلك يرسخون أسلوب جديد للتعاون العربي؟ قد ينعكس
على سوريا فيما بعد وعلى لبنان فيما بعد. طيب، هل تتلمس مثل هذه الخطوات العربية المتقدمة دكتور غسان العطية في العراق؟ يعني كانت هناك مصطفى الكاظمي نجح في جمع الأطراف المتنافرة، سواء كانوا بداية إيران والسعودية أو إيران وأمريكا. هل تعتقد أن الوجهة العراقية الآن هي وجهة عربية أكثر مما كانت عليه مثلا أيام نور المالكي كانت وجهة إيرانية؟ هل اليوم في رصيد مصطفى الكاظمي ما يؤهله حقيقة لدفع العراق أكثر نحو الحضن العربي، إذا كنت توافق على هذا التعبير؟ نعم، العراق لا يستطيع العيش بمهج إيران اللي عنده إلا بأن يكون مدعوم بقوة خارجية. القوة الخارجية في العهد الملكي كانت بريطانيا، فاستقر العراق وبنى وعمر. لكن فيما بعد القوة العالمية، الولايات المتحدة كانت مشاركة ومحرضة على انقلابات داخل العراق إلى انتهى الاحتلال. الآن هذه الدروس اللي مرت بها، السيد بايدن زار بغداد لما كان نائب رئيس الجمهورية 25 مرة. انطباع عن القادة العراقيين لا يختلف عن انطباع عن القادة الأفغانيين، إنهم لا يملكوا الإرادة لإنقاذ بلدهم، وبالتالي إحنا ما مستعدين أن نتحمل بناء الأمة أو الديمقراطية فيهم. الآن هل سيصل بايدن إلى نفس النتيجة ويترك العراق كما أنا أشك بذلك؟ لا يترك ذلك، لأن هذه ستكون انعكاساتها كبيرة ليس على أمريكا. أفغانستان معزولة، بينما بغداد سيكون لها حدود مع الأردن، مع سوريا، مع تركيا، مع السعودية، الكويت، كل ممتاز في حالة جزع من أن قد الفيض أي انتعال. من هنا الفكرة اللي طرحتها وطرحتها كباحثين أمام مثقفين عرب، الكل بدأ يدرك أن كفى مناكفة وكفى مشاكل، والتغير في السياسة القطرية يعني هذه نقطة هامة، موضوع السياسة القطرية المصرية. قمة بغداد سمحت، هذه نقطة هامة يعني تفضل بالإشارة إليها دكتور غسان. سمحت الصوت يتقطع، بس قمة بغداد سمحت للإمارات تقعد مع الشيخ تميم، والسيسي يجلس مع الشيخ تميم، كل هذه بوادر إيجابية. فما حصل في الاجتماعات الجانبية له أهمية لا تقل عن الاجتماع العلني. أنا أعتقد يجب أن يبنى على هذا الشيء لا أن يهمل. نعم دكتور غسان العطية، ما أول الخطوات التي ترصدها كترجمة عملية لقمة بغداد؟ أي خطوات عربية الآن تتوقع أن تتم، وأي يلحظها العراقي الذي يئن في الداخل العراقي حقيقة من أزمات تتراكم وأزمات تتناسل، سواء لناحية الخدمات، سواء لناحية وجود الأحزاب أو وجود الميليشيات أو وجود الاغتيالات وغير ذلك؟ ما النقطة التي غسان العطية يتطلع إليها الآن ليقول أن قمة بغداد تترجم عمليا بما هو إيجابي للعراقي الذي يعاني في الداخل؟ هذا كان موضوع الحديث مع كثير من المثقفين العراقيين في الداخل وغيرهم، بعيدا عن النظرة الحزبية، وكل حزب يريد يفكر هو شيء حاصل. المواطن العراقي عنده حالة جزع من الأحزاب العراقية لأن هي أنانية وطائفية ولم تخدم العراق. الآن هناك فرصة نادرة أن يلعبها الكاظمي والعرب. هذه أأمل هالرسالة تصل عبر قناتكم الكريمة، هي التالي اللي قلت أن الآن المشكلة العراقية هي اقتصاد اقتصاد اقتصاد. الاقتصاد لا ممكن أن ينتعش بوجود الفساد. الآن المعركة لمساعدة العراق هو ضرب الفساد، وبالتالي العمل على إنعاش الاقتصاد. أنا أعتقد مجيء مصر برئيسها، مجيء الأردن برئيسها، مجيء الإمارات برئيس من رئيسها، هذه بوادر طيبة. ماكرون راح زار الموصل وشرح لهم وعانى على مشاكل على الأرض في سنجار وغيرها. أنا أعتقد الخطوة الآن المطلوبة أن تبادر هذه الدول أن تنسق ما بيناتها من أجل رؤية مشتركة. إن نسقت هذه البؤرة الصغيرة بقاسم مشترك 80% 90%، عندئذ استطاعتهم
أن يشكلوا صوت موحد في التعامل مع الولايات المتحدة، في التعامل مع تركيا والآخرين. العبرة أن ينوجد موقف موحد، ليس بالإعلان أو تشكيل كتلة أو هالكلمات، لا، العمل الهادئ الدبلوماسية الهادئة. فعند كما أن أوروبا وأمريكا يسوون الجي 7 وجي 5 وجي 8، نحن نحاجة إلى جي 4 أو 5 اللي مستعدين أن يتبنوا نفس الرؤية القائمة على إنقاذ العراق اقتصاديا، وبذلك حماية العراق. وإذا نجحوا في العراق يمتد النجاح إلى سوريا وإلى لبنان، اللي لبنان في حالة مأساوية. لم وأنا عايش في لبنان وأعرف لبنان، ولبنان عزيزة على كل عربي. لبنان تنتظر ما يحصل في العراق، والعراق ينتظر ما يحصل في لبنان. أنا الفكرة الأساسية هي كفاية حروب وكفاية انقسامات. أنا أعتقد أكو فرصة معينة، وحتى إسرائيليا يجب أن يعرفوا الانقسامات العربية لم تخدم إسرائيل كما رادت إسرائيل، وإنما خدمت تطرف إيراني إسلامي أكثر قسوة بالمنطقة. فبالتالي على إسرائيل، التيارات المتشددة بإسرائيل، أن يعرفوا أن الانتصارات الوهمية التي حققوها لا تعني أن التيار المتطرف الإسرائيلي سيسود. الآن الوقت المراجعة عند الإيرانيين الإسرائيليين أن يكونوا عنصر إيجابي عن طريق حث المنطقة على التعاون، لا على التهيئة لحروب أخرى. طيب دكتور غسان العطية، سؤال أخير وبإيجاز لو سمحت. أمام الاستحقاق، نعود إلى الاستحقاق الانتخابي، أمامنا أقل من شهرين، هل ستكون الانتخابات فرصة لتثبيت ما خرجت به قمة بغداد، أم ستكون فرصة لإعادة العراق لمن يتطلع إلى إعادة العراق نحو انقساماته؟ كيف ينظر غسان العطية في هذا السياق بإيجاز؟ بإيجاز كل الاحتمالات واردة. العراق الساحة مفتوحة للجميع، حتى جيبوتي، حتى الصومال يتدخلوا بالعراق عكس ما كان عليه أيام زمان. الآن الشعب العراقي باتصال المباشر كثير منهم عازف على الانتخابات، وهذا العزوف لا يخدم الإصلاحيين. لكن أمامنا شهر ونص، هل بالإمكان تتغير الصورة؟ الشيء الآخر اللي ينتقد عليه، الإصلاحيين لم يتحد، يعني السيد الكاظمي لم يتحد مع العبادي واللي هو صديقه ودعمه، ولم يتحد مع الحكيم، وإنما فضل الصدر، والصدر يصر أن يكون الكتلة الأكبر ويتحكم، وهذا يخوف العراقيين أن تأتي كتلة واحدة شيعية تنفرد بالموقف الشيعي. فلهسبب الموقف خطر، ويجب أن نعرف انتخابات إن لم تؤدي نتائج سليمة ستكون مزيدا من المشاكل وراها.